بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين. بهذه الكلمات وقع الرئيس غوستافو بيترو ووزير الخارجية لويس جيلبرتو موريلو ووزراء المالية والمناجم والتجارة على مرسوم لحظر تصدير الفحم لإسرائيل. قرار كولومبيا جاء تنفيذا لوعد الرئيس بيترو في شهر يونيو الماضي حين أعلن اعتزامه حظر صادرات الفحم إلى تل أبيب حتى إيقاف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. حظر تصدير الفحم الكولومبي بمثابة ضربة موجعة لإسرائيل التي تعتمد على الفحم في توليد 20% من الطاقة الكهربائية، ودولة كولومبيا تعد سادس أكبر مصدر للفحم المنقول بحراً في العالم وثاني أكبر مصدر في أمريكا الجنوبية، وهي أكبر مورد للفحم إلى إسرائيل بنسبة تفوق نصف وارداتها. ووفقاً لوكالة بلومبرج الأمريكية قدرت قيمة هذه الصادرات بنحو 450 مليون دولار العام الماضي. بيترو كان قد أعلن تعليق صفقات شراء الأسلحة من إسرائيل عقب ارتكابها مجزرة الطحين في غزة، والتي ارتقى على إثرها 118 شهيداً خلال انتظارهم شاحنات المساعدات بالقرب من دوار نابلس في مدينة غزة، ليتهمه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه معاد للسامية وداعم لحركة حماس. وفي شهر مايو الماضي أعلن الرئيس بيترو قطع العلاقات الدبلوماسية بين كولومبيا وإسرائيل، ودعا دول العالم إلى عدم السلبية إزاء ما يجري في غزة، متهما حكومة نتنياهو بارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين. قرار حظر تصدير الفحم الكولومبي يعد نوعا من العقوبات الاقتصادية على إسرائيل، فضلا عن كونه قرارا سياسيا يضع كولومبيا في موقف حساس بين تحقيق مصالحها الاقتصادية والحفاظ على التزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني.